اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تحدي الجحيم. وزي ما انتم عارفين نظام برنامجنا بنستضيف شخصين شافوا الجحيم، او بمعنى اصح شخصين اتعذبوا كتير في حياتهم. بس الاول خليني اقدم لكم ضيوف الشقيانين. على يميني عماد النحس، اهلا وسهلا. وعلى شمالي لطفي كئيب. الله الله الله، في ايه بس؟ طبعا بنكسب. هتكسب اكيد لو جاوبت على اسئلتنا المكونه من عذاب. بس قبل ما تجاوبوا لازم تدوسوا على الجرس الاول. جاهزين؟ ونروح للسؤال الاول. اذكر مشروب رمضاني بيعذبك وانت بتشربه. عرق سوس. صحيح، نقطه لطفي. ونروح للسؤال الثاني. اذكر مسج لما بتجيلك بتعذبك داخليا. لما تبعت ميم لصاحبك ويقول لك شفت قبل كده. احسنت يا نقطه لعماد، لانه قال حاجه بتحصل لنا كلنا مع صحابنا. اصل انا ما عندي الصحاب. مش عارفين لطفي ماله، بس تقريبا خايف من الخساره. بس لسه في امل، وهنروح للسؤال الثالث. اذكر موقف بيخليك تحس بعذاب وانت بتكلم صاحبتك. عماد داس الاول، جاوب. لما لا انا اللي دوست الاول. بس الاعداد بيقول عماد. والله انا اللي دوست الاول. ايوه انا اللي دوست. كفايه ظلم بقى، هو انتوا الدنيا. خلاص 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 خلاص، خليه جاوب. خلاص خلاص، انت اللي دوست، اتفضل جاوب. ما اعرفش، انا عمري ما كلمت بنت. عفوا اعزائي المشاهدين، تم الغاء فقره الجرس لاسباب فنيه، بس هنستبدلها ونزود جرعه العذاب بفقرة المزاد. نروح للسؤال الحاسم والأخير. كم صوت بيعذب الودان تقدروا تذكروه في 10 ثواني؟ 1 2 3 4 5. روح كده عماد، هيذكر لنا 5 أصوات بتعذب الودان في 10 ثواني. روح. صوت عياط الطفل في السينما. أحسن. صوت عياط الطفل في الطيارة. صحيح. صوت الرابر من غير أوتوتيون. برافو. صوت المنبه الساعة 7 الصبح. يلا آخر واحدة، فاضل واحدة. صوت عياط الراجل ده. الله عليك. كده نقدر نقول الف مبروك لعماد النحس اللي فك نحسه النهارده معانا وكسب. وهارد لك للطفي كئيب اللي للاسف هيتجه للجحيم. جحيم. أعزائي الداخلون إلى حلقة الدحيح، اطرحوا عنكم كل أمل. إيه؟ عزيزي بسخنك بس عشان تخش معايا في أجواء الحلقة. النهاردة عندنا حلقة شيطانية مشتعلة. في أواخر القرن الـ14 يا عزيزي بينتهي الشاعر الإيطالي دانتي من كتابة عمله الملحمي الكوميديا الإلهية اللي هيقسمه لثلاث أجزاء: الجحيم، المطهر، الفردوس. ولكن يكاد يكون الجزء الأشهر منه هو الجحيم اللي بيوصف فيه دانتي العذاب الأبدي للمذنبين. بيتصور دانتي الجحيم كهاوية عميقة، حفرة كبيرة على شكل مخروط مقلوب في قلب الأرض. المخروط ده متقسم ل9 حلقات أو دوائر، كل دايرة بتضيق على اللي قبلها ومقسومة بأسوار نارية، وعلى حسب نوع الخطيئة اللي ارتكبها الإنسان بيتدرج عذابه من دايرة للتانية، من قرص الهوام والدبابير لوحوش مفترسة بتمزق الأجساد، أو نار بيغلي بيتحرق فيه آلاف البشر، أو لهيب بينزل من السماء ويحرق الملايين منهم، أجساد مدفونة في الرملة بالمقلوب وبتتحرق بالبطيء كأنها شموع، أفاعي ملفوفة حوالين رقاب المعذبين، ولما تلدغهم بتحول لهم لرماد، بيتجمع تاني كأجساد عشان تبدأ دايرة العذاب من أول وجديد. We are not done. غيرها يا عزيزي وغيرها من صور العذاب الحية والقاسية. بيعبر دانتي عن الدوائر اللي بتمثل خطايا الإنسان: الأنانية، الشهوة، الشره، الجشع والغضب والهرطقة، العنف والغش، لحد ما يوصل لقلب الجحيم رابع ناصية بعد دايرة الخيانة يا أبو أحمد. أيوة. هناك يا عزيزي بنوصل لأكبر الذنوب، هناك بتقابل الزغلول الكبير لوسيفر أو الشيطان اللي بتمرده على الإله هيصبح أول أكبر خاين في الكون. بيوصف دانتي لوسيفر وهو بياكل رأس الخونة المشهورين في التاريخ زي يهوذا خاين المسيح، وبروتوس خاين يوليوس قيصر. هنلاقي أبو حميد ده لمرد جعفر العمدة. لا عزيز مش هنلاقيها، شخصية تخيلية. المهم يا عزيزي، رأسهم بتبدأ تنبت من تاني يوم لوسيفر ياكلهم على قطمة واحدة. لما بينجو دانتي من الشيطان بيقدر أخيرا يعبر إلى المطهر، ومنه إلى الفردوس اللي بيوصل فيه لحبيبته بياتريس اللي بتقوده للنور الإلهي. خليني أقول لك عزيزي المشاهد إن خيالات دانتي الشعرية لم تكن من وحي خياله بالكامل، ولكنها كانت مستندة لمزيج من فلسفة أرسطو وكذلك
التعليم الدينية اللي أرستها الكنيسة الكاثوليكية وكمان الأساطير الرومانية والإغريقية والملاحم القديمة. مش جايب ده من دماغه كله، زي مثلا ملحمة الإنيادة اللي كتبها فيرجل واللي بيخليه دانتي مرشده في الجحيم. فيرجل هو شاعر روماني اتولد سنة 70 قبل الميلاد، ومش بس سبق دانتي في تخيل الجحيم، لكن هو صاحب المحاولة الأدبية اللي فيها تخيل واضح لجغرافيا العالم السفلي، بيحدد فيها أنهار الجحيم وأسواره وقارب العبور اللي بينقل أرواح الموتى، وغيرها وغيرها من الأفكار اللي ساعدت دانتي في كتابة هذه الملحمة. يا أبو حميد، يعني هو فيرجل ده هو اللي عمل التصور اللي احنا نعرفه عن الجحيم؟ لا يا عزيزي، برضو فيرجل لم يكن الأول، سبقوا فيها هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد لما وصف في ملحمة الإليادة والأوديسة عالم الموتى، وصف الأبلسة ونهر الجحيم وزيارة أوليسيوس للعالم السفلي. وفي العالم الإسلامي بتشتهر رسالة الغفران لأبو علاء المعري اللي أكشلي سبقت دانتي في محاولة وصف الجحيم. ولكن يا عزيزي، حتى من قبل ظهور الأديان السماوية أو أساطير وملاحم آلهة الإغريق، حكاية جهنم كانت حاضرة في ذهن الإنسان. إلا معلش يا أبو حميد، خلينا نسأل السؤال، من إمتى الكلام ده؟ من عصور من قبل التاريخ. هو أبو حميد التاريخ كان عارف إنهم موجودين وما دخلهمش معاه ليه؟ أنا متأكد يا عزيزي إن دانتي عنده مكان مخصص ومعين للناس اللي بتسأل أسئلة وبتستظرف الاستظراف ده. يا عزيزي، في عصور ما قبل التاريخ كانوا عارفين وعندهم تخيل عن ما هي جهنم، بس ما كانتش لسه جهنم الحمراء. بحسب الكاتب جورج بنوا في كتابه تاريخ جهنم، فالإنسان عرف عملية تحنيط الجثث من قبل الميلاد بخمسين ألف سنة. ده معناه إن إنسان عصر ما قبل التاريخ كان بدأ يتصور الموت على إنه مش خط النهاية، ولكن هناك حاجة تانية بعدها، حياة هو مش هيتخيلها بشكل منفصل عن حياته. أول فكرة عزيزي بيخطر على بال الإنسان إنه جحيم بلا فردوس، الحياة بعد الموت هتبقى مجرد مكان كئيب يخش فيه كل الموتى، مش على أساس الخير أو الشر، كله هيروح الجحيم، أي حد بيموت هيروح جحيم. أما بقى بالنسبة للإنسان في الشعوب البدائية والحضارات الشفهية، الموت مجرد فاصل، كأن الإنسان بيريح شوية بعدها هيقوم يكمل اللي كان بيعمله في نفس العالم، مع بس فرق صغير إنه في الحياة الجديدة اللي بعد الفاصل دي هيتحول لشبح. هيعقب ويجيب مكنسين يا أبو حميد يعني ولا إيه؟ لا، الإنسان في هذه العصور هيتخيل إنه شبح، كل حاجة حواليه عبارة عن طيف أو صورة نيجاتيف لحياته على الأرض، وبيكون بالنسبة للأحياء عايشين معاهم على نفس الأرض زي شعوب أستراليا الأصلية ما كانت بتؤمن إن الأموات بيعملوا مجتمع موازي كده، مش حاسبها هو عادي، بيصطادوا سافر وبيراقب الناس اللي لسه عايشه ولا كان هناك اي حاجه. مش بس كده يا عزيز، ده ممكن يبقى هناك كمان مشاعر، ارواح الموتى يبقوا غيرانين من الاحياء. ده مش بس كده يا عزيزي، الاموات دول بيحاولوا يؤذوهم، يؤذوا الاحياء ويصعبوا حياتهم، او احيانا العكس يسهلوا الاشباح دي حياه اللي عايشين عن طريق انهم يظهروا لهم في الاحلام ويساعدوهم في انهم يحتفظوا بالمعلومات المهمه زي اسماء الاماكن والاناشيد والاغاني اللي بتشكل ذاكره القبيله. وكان الاموات قادرين يخلوا عيشه الاحياء على الارض يا اما جحيم يا اما نعيم، وده يا عزيزي بيخلي العيش دايما في مفاوضات مستمره مع الموتى، لان خد بالك ده عالم وحش، وعبورهم للضفه الثانيه من العالم اكسبهم قوه هم شايفينه ولكن هو مش شايفه. مع الموتى ما تعرفش الضربه جايه لك منين. بقول لك يابا عالم اشباح، بعض الشعوب الافريقيه زي قبائل السيرير في السنغال بتتصور جهنم انه مكان الانسان بينتخ فيه شويه بعد الموت لحد ما قوته تتلاشى بالتدريج فيختفي. عندك ايضا بعض شعوب اسيا الشماليه هتتصور جهنم كمرايه معكوسه للدنيا، لو نهار على الارض يبقى ليل هناك، لو صيف على الارض يبقى شتاء هناك، واللي على الشمال على اليمين، وهكذا وهكذا. عشان كده بعض القبائل كانت بتحط سير اللجام بتاع الخيل اللي هي الاعنه وازايز الخمر في ايد الميت الشمال، عشان في العالم الاخر هتبقى بالنسبه له ايده اليمين فما يتزولش. لو لاحظت عزيزي في هذا العالم وهذه الحقبه التاريخيه اللي احنا بنتكلم فيها، مفيش فكره ظالم او مظلوم، خير شر، ملتزم عاصي، ولكن تدريجيا واحده واحده هيبدا يظهر شكل للعاصي، بس مش مرتكب الذنوب او الخطايا. العاصي في هذه السرديه يعني هو الشخص الذي لم يندمج مع قبيلته، ما احترمش طقوسها وهدد التناسق الاجتماعي بتاع هذه القبيله، او حتى كان ضعيف ومش مفيد للقبيله، دول حتى مش هيخشوا جهنم المكان الكئيب ولا هيكملوا حياتهم كاشباح. جهنم يا عزيزي كان في الوقت ده كانت للناس الكويسه، ادنى بقى اللي ما اندمجوش يا اما هيفنوا يا اما هيعيشوا مشردين عن الجماعه بره جهنم في نوتي كورنر. طبعا عايز اخش جهنم مع اصحابي، لا ما كنتش مفيد. الجحيم هنا يا عزيزي على حسب تفسير الكاتب هو النبذ من الجحيم ذاته. في قبائل سيبيريا واسيا الوسطى هتظهر محاولات بدائيه لتخيل الجحيم عن طريق الشامان. ايه الشامان ده؟ بيبقى الكاهن او العراف على حسب معتقدات هذه القبائل بيكون عنده قوه خاصه، قوه بتسمح له ان روحه تك 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 تك
تهاجر جسمه ويبقى في حالة من فقدان الوعي والنشوة. الشماني عزيزي بيغيب في رحلة لمدة 3 أيام عشان يرافق فيها الميت ويرشده إلى الطريق. الطريق اللي فين يا أبو حميد؟ معلش. لجهنم يا عزيزي. الكاهن لما بيرجع من رحلته بيوصف الأحياء اللي هو شايف سفر طويل وخطر بتقابله فيه العقبات، وحوش ضارية ونسر عظيم وبركة نار ونهر مليان سيوف وبنات حلوين. الله اللي جابهم دول يا أبو حميد؟ مش مكانهم خلص وسط الوحوش والنسر والسيوف دول يا عزيزي بيحاولوا يلهوه عن طريقه. الراجل واخد ميت معاه ورايح جهنم، لازم يركز. كل ده يا عزيزي غير جبل منحدراته متكونه من عظام الشمانات القدامه اللي فشلوا قبله في العبور لجهنم، واسفل الجبل بينزل لحفره بتؤدي للعالم السفلي. واخطر عقبه يا عزيزي بيقابلها الشمان والروح اللي معاه ان هم يعدوا على جسر ضيق جدا بعرض شعره تحت منه هاويه صحيحه ومفيش مكان غلط. خد بالك يا عزيزي بقى ان هذه الهاويه مش بيقع فيها لا الخاطئ ولا المذنب، بيقع فيها لمؤاخذه العويل السكالي الساذج ذو الخبره القليله. جهنم هنا يا عزيزي للجهله والحمقى والسذج. المهم يا عزيزي بيكملوا في رحلتهم لحد ما يوصلوا لسيد العالم السفلي اللي عنده الشعوب المغوليه اسمه ايرليك خان. ده معادل الشيطان اللي خلق الارواح الشريره اللي بتسبب المرض والموت واللي بيستقبل البشر بغضب. ولكن الشمان عن طريق الاغاني والشرب والاضحيات بيفضل يهدي فيه لحد ما يرضى. بالفعل يا عزيزي بيروق عليه كده ويقول له احلى مسا على ملوك العالم السفلي، لحد ما الراجل يسمع الاغاني ويشرب الشرب ودماغه تتعدل ويهديه هو والميت اللي معاه. بعد الرحله الطويله دي يا عزيزي الشمان بيرجع الارض وهو راكب حيوان اسطوري. يا ابو احمد عنقاء؟ لا عزيزي بس حاجه من نفس المدرسه. بيرجع الارض راكب وزه. يا ابو احمد وزه يا ابو احمد انت هتهزر؟ في اوروبا عند الشعوب الاسكندنافيه والجرمانيه وكل ابطال مسلسل فايكنج هيسموا جهنم الهيل او المكان الخفي، حفره ضلمه وبرد ومتجمده تحت الارض يملاها الضباب من كل حته. بس ممكن الاحياء زي ابطال اساطير الفايكنج يزوروا المكان ده عادي ويرجعوا منه عشان مثلا في حاجه غاليه ضاعت هناك منه. لو معلش ياما هروح اقضي مصلحه في جهنم وراجع، عايزه حاجه من هنا. عشان تروح يا عزيزي هناك محتاج تعدي على اوديه مظلمه وعميقه في سفر بيقعد 9 ليالي لحد ما توصل لجسر متغطي دهب وفي نهايته الاسوار المهيبه للهيل. الهيل يا عزيزي هو اللي هتنشا منه كلمه هيل الانجليزيه، والهيل النسل بتاعه المصارعه هيل جاي من هناك، واللي بالمناسبه قريبه من كلمه هول اللي معناها حفره او ثق، مكان بتحوم فيه ارواح الموتى العاديه او الجبانه، الارواح المخادعه اللي ما حاربتش بشجاعه في المعركه، او حتى المرضى او كبار السن اللي ماتوا موتة ربنا. اما يا عزيزي بقى المحاربين الشجعان فليهم مكان مخصوص ما بيتمش استقبال فيه الا الفي اي بي، الفالهالا، قصر فخم مليان حفلات وولايم، واللي عازمهم بنفسه يبقى مين؟ كبير الالهه واله الحرب اودن، اللي بيسمح لهم يدخلوا قصره بعد سؤال واحد بس: هل حاربتم بكرامه؟ يس اور نو. قد تظن يا عزيزي ان اكيد الفالهالا المكان اللي فيه الراحه الابديه، هي دي الجنه، لكن خليني اقول لك يا عزيزي ان انت غلطان. كل يوم المحاربين اللي دخلوا دول لازم يطلعوا باسلحتهم يخوضوا حروب تحت قياده اودين، ويمكن يحاربوا بعض او يقتلوا بعض حتى، ولما يخلصوا يرجعوا يكملوا رقص وشرب. خليني اقول لك يا عزيزي ان هناك اتفاق بين الشعوب المختلفه والاساطير المختلفه اللي حكيناها عن جهنم انها مكان مظلم وكئيب تحت الارض، حاجه شبه اوضه الفيران كده كل اللي بيموتوا بيدخلوها، وان مش الخير او الشر هو اللي بيحدد مكان الانسان فيها، ولسه مفيش فكره العذاب الابدي. لو انت منبوذ روحك يا اما هتفنى يا اما هتتشرد، ولو انت كويس هتفضل قاعد مكانك. اغلب رحلات العالم الاخر بتكون عباره عن اختبارات بيفشل فيها اللي ما احترمش فكره الجماعه واتدرب على طقوسها في حياته. حتى الارواح اللي بتوصل بامان للعالم السفلي بيكون في احترام للتسلسل الاجتماعي. مصيرك يا عزيزي في المكان ده مش بيتحدد على اساس انت عندك كام حسنه او كام سيئه، ولكن على اساس مكانتك على الارض. لو كنت محظوظ في حياتك وكل امورك مترسقه وزي الفل فانت هتكمل كده بعدها، لو كنت بقى فقري ومنحوس وتعيس فانت على وضعك حتى بعد الموت. لان عزيزي خد بالك فكره الخلاص او الادانه الفرديه كانت فكره غريبه على هذه المجتمعات في الوقت ده. يا عزيزي عشان تقدر تتكيف وتعيش لازم تبقى متضامن، تبقى عايش في جماعه. فكره الفرد والفرديه دي افكار غريبه. احنا في هذا الوقت بنتحدى ظروف اقتصاديه وطبيعيه صعبه جدا، احنا عايزين نسطب اول سوفت وير للحضاره، فلازم نعمل ده مع بعض توجذر، هو ده سبيل النجاه الوحيد. حتى جهنم ما كانش ينفع البشر يتخيلوها في الوقت ده غير انها تبقى مكان جماعي. بعض الشعوب في امريكا الوسطى زي الانكا والمايا ممكن توصل مع الوقت لفكره ان في قيامة، لكن برضو شوف ما فيهاش ناس هيعيشوا اسعد وناس تانية هتعيش في شقاء. الملخص يا عزيزي ان القيامة على الكل والجحيم للجميع. عند شعوب الاستك الجحيم يا عزيزي بيكون على حسب نوع الوفاة، ملوش اي علاقة بسلوكك الاخلاقي. يعني مثلا المحارب اللي اتقتل وقت معركة هيروح مكان الشمس فيه بتشرق، او الستات اللي ماتوا وهما بيولدوا هيروحوا مكان الشمس فيه بتغرب، وهكذا كله على حسب سبب الوفاة. تاني يا عزيزي بنلاحظ هنا في الوقت ده مفيش مكان للفردية، احنا بنطلع رحلات
مع الوقت يا عزيزي بتبدأ تتغير نظرة الإنسان للإله وتتطور من شعوره كونه قوة مقدسة مجردة أقرب للطاقة اللي بتحكم في مصيره. تبدأ يا عزيزي تتشخصن هذه الصورة على شكل آلهة ليها شخصيات سمات وقوة خارقة بتميزها عن البشر. في كتابه الله كتاب في تطور نشأة العقيدة الإلهية بيقول عباس العقاد إن العلماء ميزوا مراحل مرت بها الأمم البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب. أول مرحلة هي مرحلة التعدد الفوليثيزم، إن كل رب بأسرة كبيرة في قبيلة يختار رب على كيفه عشان يعبد، وتبقى في القبيلة ربما عشرات وأحيانا مئات الأرباب والآلهة كل عائلة واعتقادها. تاني مرحلة هي مرحلة التمييز والترجيح الهينوثيزم، من بين مئات الأرباب دول في إله كفته بترجع عن إله تاني، يعني في باور داينامكس، وغالبا بيكون ده رب القبيلة الأكبر اللي باقي القبائل اللي حواليها بتدين ليها بالطاعة والولاء، أو إن يكون الإله ده في إيده القوة اللي محتاجها القبيلة أو الإقليم أو القوة اللي بيخافوا منها بشكل اكبر. يعني مثلا لو كانت القبيله بتعتمد على المطر عشان الزراعه مثلا، او بتخاف من المطر عشان السيول مثلا، فهنا اله المطر هو اللي يكسب، هو ده الجامد، هو ده المسيطر، هو القوي. لو كانت اكتر حاجه بتخوفهم هي الزوابع والرياح، يبقى الاله اللي صوته يعلى هو اله الرياح. ولكن فكره الاله الواحد اللي عنده كل السلطات وكل القوه ما كانتش لسه سادت. مش بس كده يا عزيزي، في حضارات بدات تزدهر ويتاسس فيها مفهوم الدوله، زي بلاد فارس وبلاد الرافدين في العراق والهند وفي مصر في الحضاره الفرعونيه القديم، حتى في وجود آلهة لكل إقليم كان في إله بتتجمع تحت رايته الدولة، لأن بفرض حاكم الدولة على شعبه عبادة إله واحد ده بيفرض على الأمة سيادة عرشه. وكان أول إله واحد في نظر هذه الشعوب مسؤول عن خلق الكون هو الشمس. عبادة الشمس عزيزي سادت أكتر في المناطق الزراعية والنهرية. ليه تتوقع؟ لأنها جزء مهم جدا في حياة النبات ونضج المحصول بتاعنا اللي احنا معتمدين عليه عشان ناكل ونعيش. فكان بيعبدها السومريين باسم أوتو، والبابليين باسم شماش، والمصريين باسم رع وأمون رع وأتوم رع. وعلى حسب كلام جورج بنو كاتب كتاب تاريخ جهنم، فتطور هذه الحضارات وتطور الدول كون معاه القوانين الأخلاقية. احنا ما عادش ينفع نشوف أفعال ونقيمها كل شوية، بقينا لازم نحط قوانين ستاندردز أخلاقية، عشان احنا دلوقتي بقينا بنتكلم في دولة، بقينا بنتكلم في عدد ناس كتير، بقينا بنتكلم في جيش، بقينا بنتكلم في عمال، بقينا بنتكلم في فلاحين، بقينا بنتكلم في فئات كتيرة من الناس محتاجة تتعامل مع بعض وتعمل ثقة مع بعض عشان تبقى متوحدة. مع هذا التطور يا عزيزي الخطير بتبدأ تتطور فكرة جهنم، لأن أنا يا عزيزي لو تلاحظ الفرد بقى له أهمية أكبر. هنا يا عزيزي أنا محتاج أفهم الفرد إنه فرد وإنه مسؤول عن أفعاله. الجحيم مش هيواجهه مع جماعته كجزء من القبيلة، ده مصير هيواجهه لوحده، فمحتاج يحافظ على أخلاقياته. الحضارة والإنسان اتطور وكبر ما شاء الله وبقى مسؤول عن أفعاله. وعلى حسب كلام جورج بنوا، مع ظهور فكرة الدولة بتظهر فكرة القيامة اللي هيحصل فيها بعث للموتى، عشان تحول جهنم لمكان بتحكمه قوة خارقة غرضها الاقتصاص من اللي انتهكوا القانون الأخلاقي. ده عزيز تحول مهم وكبير. زي ما قلنا جهنم كان زمان المكان اللي بيروحوا الموتى، وكان الفرد الخارج عن المألوف الخارج عن الجماعة هو ده اللي بيتعزل، ما بيخشش جهنم معانا. دلوقتي بقى في جهنم جديدة، جهنم بيخشها أفراد المفروض ان هم مسؤولين عن أفعالهم، وفي دستور أو قانون أو عرف يحكم أفعالهم وبالتالي مصيرهم. ده حصل مع تأسيس الدول في الديانات الشرقية اللي سبقت الأديان الإبراهيمية، اللي كان بيحط المثال الفردي اللي بيحدد مكان الإنسان في الآخرة هم الحكام والملوك من البشر. في جهنم الجديدة يا عزيزي مش هيكتفوا بعقابك عن طريق النبذ، لا، انت هتحاكم مرتين، مرة على ايد حاكم الدولة والمرة التانية على ايد الآلهة بعد الموت، لان انت انتهكت قانون الحاكم. هنا يا عزيزي عدالة الآلهة بتتطابق مع عدالة الملوك بل هتكملها، لان انت هنا لما تلخبط لي النظام الاجتماعي انت بتلخبط لي نظام الكون وسببت فوضى، لان الفوضى في عرف الحضارات القديمة هي الشر بعينه، وعقابها ان صاحبها يعيش مصير مشوش من العذابات في العالم الاخر. كده يا عزيزي الوضع اختلف خالص، ما قلناش بنكمل بعد الموت لمكان فاضي او مكان بيضم الصالح على الطالح. لما بتيجي يا عزيزي الحضارة الفرعونية بتقدم الميثولوجيا المصرية مفاهيم أكثر ثراءً عن الجحيم. لما بيحصل البعث بعد الموت النفس بتسافر سفر طويل في مناطق غريبة وخطرة، خريطتها بتكون مرسومة على قبر الميت عشان تساعده في رحلته. مصير الميت هنا بيعتمد بوضوح على أعماله خلال حياته سواء خير أو شر، لكن مش أي خير ولا أي شر. الشر هنا يا عزيزي على حسب كتاب الموتى الشهير بيركز أكتر على مجتمع بيعتبر العمل الصالح هو احترام قواعد الأعمال الزراعية، زي
الريف وحدود الأراضي وحقوق الناس اللي شغالها في الأرض. والعمل الصالح إن أنت ما تغشش في الميزان، ما تكونش مهمل في عملك، ما تكونش إيدك بطالة، ما اغتصبتش حاجة مش من حقك، ما سددتش مجرى قناة، ما سرقتش أكفان الأموال، ما طردتش قطيع حيوانات من المرعى بتاعه، ما أتلفتش المحاصيل. طبعاً يا عزيزي عارف العبارة الأشهر، أنا لم ألوث ماء النهر. الميت بيشهد بده لما يبعث من موته قدام 42 قاضي من محكمة أوزوريس. بعد ما قلبه يتوزن بيسمع النتيجة، اللي بيغلب على قلبه الشر بيتحشر في مكان ضيق وضلمة ريحته لا تطاق، بيتغذى في هذا المكان على فضلاته، بيمشي بالمعكوس على راسه في إشارة إن بارتكابه للشر قلب النظام الكوني، وبيخضع المحكوم عليه بالجحيم لعذابات ملهاش نهاية لحد ما يفنى. زي مثلا إن أجزاء من جسمه تتغلي في أنهار أو بحيرات من نار، أو يتحرق بلهيب الأفاعي، أو إن تفترسه آكلة الموتى اللي بتتصور على الحضارة المصرية ككائن خرافي له جسم أسد ورأس تمساح. كل دول يا عزيزي مش بيكتفوا بمهاجمة جسم الميت بس، ولكن يا عزيزي شوف بقى العقاب، احنا كمان هنعذب روحه وضله. إيه؟ مش هيسيبوا منه فتفوته. إيه؟ بنبدأ عزيزي نشوف هنا صور متقدمة جدا للجحيم، هتبدأ تنتقل للحضارات اللي بعد كده. بس برضو عزيزي خد بالك هنا إن العذاب ليس أبدي، وغرضه مش التنكيل بدون نهاية، ولكن هنا غرضها إفناء الناس اللي أشاعت الفوضى في النظام الاجتماعي. هو يا حد يعبس في النظام الاجتماعي كده نسيبه؟ ده احنا نجيبه هو وعيلته وروحه وضله. معلش يا أستاذ، بس حضرتك أنا مجرد منطقة مظلمة ناتجة عن حجب الجسم لأشعة الشمس عن الأرض، بس ليه بتعذبوه؟ الغرض هنا من الجحيم مطاردة الشر الآخر نفس وتدميره. في الديانة الهندوسية القديمة في الهند وفي المعتقد البوذي برضو، الشرير بيتحدد على إنه الشخص الأناني اللي بيغلب رغبته في الإنجاز والنجد الشخصي وعمل الثروة على مصالح الجماعة. اللي بيغلب يا عزيزي عليه الشر مش بيروح النار، لا أمال بيروح فين يا أبو حميد؟ القطامية هايتس؟ لا يا عزيزي بيروح النركة، دي الجحيم بالهندوسي. ودي يا عزيزي مش نار بس، دي 16 طبقة من الجحيم، 8 طبقات من النار و8 طبقات من الجليد. الجحيم البارد عبارة عن سهول متجمدة وجبال بيسكنها الهالكين عراة في البرد بقى. وبعد ما يعدوا على طبقاته الثمانية اللي بتجمدوا فيها من البرد، اللي بيزيد عليهم طبقة بعد طبقة لحد ما جسمهم يتجمد لدرجة التشقق. بعد كده يا عزيزي بتبدأ مراحل النار، وهنا بيمر المخطئ بسلسلة تانية من العذاب. الجحيم الساخن ده يا عزيزي كأنه فرن حديدي كبير عامل زي أفران الأكل كده، بس على درجة حرارة رهيبة، بيتعرض المعذب فيه لسلسلة عذابات مروعة. بيمر في غابة أوراقها زي السيوف بتعوره وتسبب له جروح، هناك في حديد منصهر بيدخل جوه بقهم المفتوح، بتسحقهم مطارق معدنية ضخمة درجة حرارتها كبيرة، بيتعرضوا للسلخ وحرق لأجسامهم، وبتتنشر بمناشير نارية ضخمة، ولما يفقدوا الوعي بترجع لهم صحتهم عشان يتعذبوا تاني من أول وجديد. والمدة يا عزيزي ممكن توصل لآلاف السنين على حسب الخطيئة اللي اتعملت. ورغم صور العذاب القاسية اللي بتصورها الديانة الهندوسية للمخطئين، لكن بيظهر بصيص من الأمل، وهي إن الروح بقدامها فرصة تانية ممكن ترجع فيها للأرض وتصلح من أخطائها. هنا يا عزيزي العذاب على عكس الحضارة المصرية مش غرضه إفناء الميت، ولكن تطهيره، لأن اللي بيفنى منه هو الجزء الشرير أو الفاسد، أما الجزء الإلهي منه فبيبدأ يدخل في سلسلة من التقمصات يرجع بيها الإنسان للدنيا، بحيث إن هو يقدر يبدأ حياة جديدة يكون صالح فيها. نوع بقى الحياة دي ومكانته فيها بتحدده الكارما. لو كانت أفعاله شريرة في حياته اللي فاتت، شرير ووغد وخاين وبيسرق سندوتشات زمايله وبيغش منهم من غير ما يغير في الإجابة، ده هتيجي الكارما وراه تقول له تعالالي تعالالي داون جريد يا معلم في حياتك الجديدة، يلا هتبعث لحياة أدنى أو على صورة كائن أدنى. حيوان بقى، إنسان حالته صعبة، نبات، جماد، كل الليستة بتاعت أوتوبيس كومبلي متاح. لحد عزيزي الديانة الزرادشتية في القرن السابع قبل الميلاد في إيران أو بلاد فارس، اللي كانت شايفة إن العالم خلقه إله واحد وان جاد أهورا مس. دي عزيزي كانت أول ديانة الإنسانية تعرفها بتدعو لعبادة إله واحد بيمثل الخير بشكل مطلق أبسوليوت. لكن عزيزي لو الإله ده هو الخير فازاي بقى نفسر الشر؟ التفسير اللي اقترحه زرادشت وقتها هو إن الإله الأزلي الحق اللي خلق السماء والأرض نشأ عنده روحين متعارضتين، روح بتختار الخير والتانية اختارت الشر، زي توأمين بيتنافسوا من البداية بس كل واحد اختار له طريق. الروحين دول كان ليهم حرية الاختيار المطلق في أنهي طريق هيمشوا فيه. روح هتختار المثابرة على الخير، هتفضل مكملة في طريق الخير، وروح تانية هتختار إنها تفضل مثابرة في طريق الشر. والإله أهورا فوق الخير والشر، مش بيتدخل في اختياراتهم أو أفعالهم. الإنسان هنا له نفس الحرية في الاختيار، اختياره الفردي وحريته هما دول جوهر فكرة الأخلاق، ولكنه كمان جوهر المسؤولية الفردية للإنسان على أفعاله. خلاص يا إنسان أنت بقيت كبير بيج بوي، يجب دلوقتي إن أنت تتحمل مسؤولية أفعالك. بيتأكد هنا بشكل الجحيم كمصير بيواجه الإنسان لوحده بناءً على أفعاله في الدنيا، وبيتأكد هنا أيضاً فصل واضح بين
الأخيار والأشرار، وتفضل الحرب بين إله الشر والخير مستمرة بلا انقطاع حتى نهاية العالم. صراع الحسم فيه بيكون لوعي الإنسان، هنا أهورا ما يتدخلش. وعي الإنسان بمسؤوليته الأخلاقية في الحياة، دعمه للخير هو اللي يقدر يدفع التاريخ لمرحلته الأخيرة بالانتصار على الشر. وعلى حسب المعتقد الزرادشتي، الروح بعد الموت بتغادر الجسم، بتسيب الجسم عشان تتحاسب قدام مترا قاضي العالم الآخر. لو ركحت كفة الخير يا إما تكون مصيرها الفردوس أو نهايتها الهاوية. ربنا يحفظنا عزيزي. وتفضل الحرب بين الخير والشر مستمرة بلا انقطاع لنهاية العالم. صراع الحاسم فيه هو الإنسان بوعيه بمسؤوليته الأخلاقية في الحياة، دعمه للخير هو اللي هيقدر يزق التاريخ لمرحلته الأخيرة بالانتصار أخيرا على الشر. ده أبو عميد لو حصل درو، حصل تعادل، الكفة ظبطت 50-50 على حسب المعتقد الزرادشت. الناس دي بتخش مكان محايد وسط بين النعيم والجحيم كظلال شبحية باهتة. الفكرة عزيزي اللي هتتكرر عند دانتي في الكوميديا الإلهية عن ناس هيلفظهم الجحيم والنعيم. تخيل عزيزي، لا النعيم عايزهم ولا الجحيم. ليه؟ لأنهم ناس ما كانش عندهم شجاعة الاختيار بين الخير والشر. طعب الروح على جسر شبه حد السيف بيبقى بالنسبة للروح الطيبة واسع، وبالنسبة للروح الشريرة ضيق. وبتهب على الروح الشريرة ريح نتنة طالعة من أعماق الجحيم. الروح الشريرة بتقع في هوية الجحيم اللي بتكون متكونة من عدة طبقات بيتوزع فيها الخطاة على حسب حدة الشر اللي ارتكبوه. بتوصل الهوية دي لمركز الأرض، الطبقة الأولى منها بتكون للخطاة الغلابة اللي شرهم مش قد كده وعزامهم بيبقى خفيف إنهم يعيشوا في حر جديد أو في برد جديد. لكن مع النزوم بتبدأ درجة الظلام تزيد في الطبقات السفلى لحد ما توصل لأعمق مناطق الظلمات حسب درجة الخطيئة. للأسف يا عزيزي مفيش أوصاف كتير متبقية من النصوص الزرادشتية لنوع الجحيم في معتقدهم غير إنه مكان شديد الظلمة وبارد جداً وبيدوم لزمن طويل. أكلهم فيها من الدم والصديد والقيء، وبتعذبهم الشياطين اللي بتتجسد لهم على شكل خطاياهم عذابات بلا نهاية يوم فيه ب3000 سنة من أيامنا لحد يوم الدينونة أو نهاية العالم لما يجي فيه المخلص الحي اللي هيقوم داخل في معركة أخيرة مع الشر ويطهر العالم عن طريق النار، ينهي الشرور ويفني معاه الهالكين في قاع الجحيم. في واحدة من أجمل قصص الحب اللي قدمها فيرجل في الإنيادة هي قصة أورفيوس، الإله اللي اتشهر بعزفه الساحر على الكيثارة لدرجة إن اللي كان بيسمع الموسيقى بتاعته سواء بشر بقى أو حيوانات أو حتى الأشجار والجماد كانوا بيمشوا وراه مجذوبين ومسحورين بأنغامه الساحرة. لكن واحدة بس هي اللي تقدر تسحر قلبه، يوريدس اللي بيقع أورفيوس في غرامها يتجوزها ويعيشوا في سعادة ما بتدومش لأن الموت بيخطفها. أورفيوس اللي بيحزن على حبيبته بشدة بيقرر ياخد الكيثارة بتاعته وينزل للعالم السفلي عشان يرجع بعد ما بيعدي من حاجة اسمها سربروس وهو كلب متوحش عنده 3 رؤوس وحارس بوابة الجحيم، بيوصل لعرش حاكم مملكة الموتى الإله هيدس بتاع هيركليز اللي بيسحره بعزفه هو والمعذبين لدرجة إن أنغامه بتنسيهم إنهم في الجحيم. بيستجيب هيدس لتوسلات أورفيوس إنه يرجع له حبيبته لعالم الأحياء بشرط ما تبصش وراه. بيمشي أورفيوس من مملكة الموتى وحبيبته وراه، ولما يقرب من مملكة الأحياء بيقلق عشان يطمن إن محبوبته معاه لأنه مش واثق في مكر إله الموتى. بيتدور يبص بس عشان يخل هنا بالشرط اللي وعده بيه، فترجع محبوبته للعالم السفلي ويفقد فرصته الأخيرة لاستعادتها لمملكة الأحياء. قصص زي دي عزيزي في الملاحم والأساطير اليونانية وعلى رأسها الإلياده والأوديسة لهوميروس كان بتصور الجحيم على انه مكان يقدر يزوره الابطال والالهه زي دينيسيوس اللي بينزل للعالم السفلي عشان ينقذهم، او حتى هرقل اللي بيقود مغامرات كتير للعالم السفلي. كان جهنم دي دريم بارك، مكان تروح وتتشع شويه وتشتري حاجه وترجع، ولكنها برضو كان المكان اللي بيحكم فيها الاله زيوس على اللي خرجوا من طوعه بالعذاب الابدي. ولكن يا عزيزي العذاب هنا لعدد قليل من الاشخاص اللي ارتكبوا افعال تتجاوز قدره البشر العاديين. ما كانش الدافع وراء هذه الافعال هو الشر المطلق، أحياناً وشوف دي بيكون الدافع السلوك الفاضل زي محاولة بروميثيوس إنه يسرق سر النار من الآلهة ويديه للناس، واللي تعاقب بإنه يتربط في صخرة ويجي نسر ضخم يلتهم كبده، الكبد اللي بينمو كل يوم عشان يتكرر العذاب من تاني. مش بس كده، حتى الرغبة في البطولة والمجد زي سيزيف اللي اتحكم عليه إنه يرفع صخرة لقمة الجبل، وكل ما يوصل للقمة الصخرة تنزل تاني للقاع. أفكار يا عزيز الحقيقة الواحد يجدها خصبة وممتعة، خيال شعرة ألهمه الفن والأدب لقرون. ولكن فلاسفة اليونانيين مش هيصدقوا الأساطير دي، ومش هيصدقوا بوجود جهنم، وكده هتفضل عندهم مشكلة. لو بصلى على النبي كده، العالم بتاعنا ما بيجازيش الأخيار وبيعاقب الأشرار في الآخرة، يبقى إزاي هنحل مشكلة الشر في العالم؟ الفلاسفة والشعراء في العالم اليوناني شغالهم سؤال الشر أكتر من الدين. الشر كان بيفكروا فيه
اكتر، هينفوا جهنم بتاعت هوميروس. ولكن يا عزيزي بقى، وشوف ده، هيخلقوا بدلها تلاتة. الاولية جهنم على الارض نفسها، اللي هيفكر فيها الشاعر والفيلسوف الروماني لوكريتيوس في كتابه طبيعة الاشياء، اللي هيشوف فيه ان الجحيم مش في العالم الاخر، ولكن الجحيم هو الحياة نفسها، بل وجودك نفسه، وجودك جحيم. ان انت تعيش بانكزايتي، خايف من كل حاجة، من الموت، من الالم، من العقاب، من الفقدان، من المرض. القلق الوجودي اللي انت عايشه في حياتك هو ده جهنم، اللي مفيش مفر منها غير بالموت نفسه. الموت هنا هو جنة المعذبين في الارض. الفلسفة يا عزيزي اللي هيعتنقها لوكريتيوس هتأدي بيه انه يفقد كل الامل في الحياة وانتحر في سن 45. جهنم التاني يا عزيزي هتبقى جهنم الفلاسفة، اللي هيفكر فيها افلاطون كونها تشريع سياسي واجتماعي، لازم يكون هناك حياة تانية بعد الموت. العذاب الاكبر فيها هيكون الاشخاص اللي اخطائهم على الارض كانت كبيرة لدرجة ان ملهاش علاج. فانت ما تعمليش المصيبة الكبيرة في العالم هنا ونسيبك، لازم يبقى هناك اخرة نقتص منك الحاجات اللي يمكن نصلحها هنا في الارض. أما بقى الناس اللي كانت اثامهم اقل فكان ممكن يعفى عنهم بعد عذاب اخف في جهنم. بالنسبه لافلاطون اللي كان مشغول اكتر بمدينته الفاضله، فالاثام اللي ملهاش علاج عنده هي خطايا رجال السياسه. هنا عزيزي اللي شغله مش الخير والشر ولا الاثام الفرديه قد ما كان شغله تحقيق مجتمع مثالي وعادل، لما يخوفهم العقاب يظبطوا الاداء في الدنيا. اما عزيزي جهنم الثالثه فهي جهنم الشعبيه، اللي هتبقى جايه من خيال الانسان ما قبل الاديان السماويه، ودي اللي هيأسسها الشاعر الروماني فيرجيل اتكلمنا عنه. والعقاب اللي موجود في ملحمته الإنيادة هيكون متطابق بشكل مذهل مع عقاب الدولة الرومانية، القانون الروماني اللي بيجرم تهم وجرائم دنيوية، لأن غرضه منها هو العدالة وتطبيق القانون على الأرض. جهنم فيرجيل هيكون شكلها شبه مكتمل، مكان للعذاب الأبدي، في طبقات للعذاب برضو على حسب درجة الخطيئة، هتكون الإنسان هيتعذب نتيجة عن اختياراته في حياته. ده طبعا على عكس جحيم هوميروس اللي كان بيتحكم فيه الآلهة والأقدار، واللي البطل فيه اللي هو الإنسان مالوش دور في مصيره. في سنة 1880 بيتكلف النحات الفرنسي أوغست رودان إنه يرسم تصميم البوابة الرئيسية لمتحف الفنون التشكيلية في باريس، المكان المعروف دلوقتي بمتحف أورسي. وبحسب التكليف كان مطلوب من عمنا رودان ده إنه يستوحي تصميم البوابة من فصل الجحيم في الكوميديا الإلهية. روح بص على الكوميديا الإلهية، عايزك تستوحي منها ديزاين لشكل البوابة بتاعتنا. يلا قدامك 48 ساعة. لا بهزر طبعا. وبيسمي عمله الفني ده أبواب الجحيم، وعلى رأس الأبواب بتصور شخوص بتواجه عذابها. بينحت رودان تمثال شهير بعنوان المفكر، بيصور التمثال رجل ضخم منحني في تأمل كأنه بيتصارع مع نفسه ومع أفكاره، وبيلفت نظر الفنانين والمفكرين لجحيم غير جحيم العالم الآخر، جحيم أرضي خلقه الإنسان بإيديه، وإن مش بس الأموات هم اللي بيتعذبوا، ده كمان الأحياء. محمد أنا شمتان في الأحياء، ياريت تكملوا على بقية المنهج. جحيم الحياة عزيزي بيمثل السعي اللي بيفشل والأمال اللي بتخيب والأحلام اللي ما بتتحققش، ولكن تمثال المفكر كمان بيرمز لقوة الإنسان عن طريق عقله وملكة الإبداع عنده، إنه يواجه جحيمه الخاص وفي وسط هذا العالم الصعب إنه يحتفظ بإنسانيته. ورغم إن فكرة جهنم قديمة قدم البشر، إلا إن في القرن 19 والقرن 20 مع بداية صدمة الإنسان في نفسه إنه يحول التقدم التكنولوجي العظيم اللي عمله ده من فرصة لخلق النعيم والازدهار والتقدم والحب والسلام، لإنه يخلق بإيده جحيم على الأرض، زي اللي حصل في المجاعات، زي اللي حصل في الأوبئة، زي اللي حصل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية، واستخدامه للقنبلة الذرية مرتين، الأسلحة الكيماوية، المخدرات، الانفجار السكاني، التلوث البيئي، انتشار العنف والجريمة، الظلم والفقر. هيلاقي الفلاسفة والأدباء والفنانين فرصة لتعميق فكرة جهنم اللي موجودة على الأرض. وزي ما رودان بينحت أبواب الجحيم، بيكتب الشاعر الفرنسي بودلير في ديوانه أزهار الشر عن بشاعة عالم غير عادل وعن البشر في حياتهم اليومية اللي بتشبه الجحيم. الفيلسوف شوبنهاور بيشوف إن عالمنا هو أسوأ العوالم الممكنة. المفكر الفرنسي بالذات هو نوفلست مشهور يعني، بيقدم مقابل للكوميديا الإلهية في مجموع رواياته بيسميه الكوميديا الإنسانية، ويكتب فيه عن عالم ما يقلش قسوة عن الجحيم اللي تخيله دانتي، عالم ناره هي الأحقاد وسعيره هي المطامع والشهوات والقهر الاجتماعي. في روسيا بيكشف كتاب زي تولستوي ودوستويفسكي الجحيم اللي ممكن يخلقه الفقر، والاتنين بيطردوا الجحيم اللي مكانه في قلب الإنسان ووعيه المسجون من عذاب الضمير القلق. ويكتب سارتر مقولته الشهيرة الجحيم هم الآخرون. الفلسفة الحديثة بتتحرك ناحية إن الجحيم هو المعاناة البشرية، وإن الإنسان ما يقدرش يعيش غير في الجحيم، الحياة اللي بيحركها الطمع والقسوة والعنف والأحقاد والتناقضات عشان يفضل الفردوس
في أذهان المفكرين والفلاسفة الغربيين هو أمل البشرية في عالم أفضل، وإن الإنسان مسؤول عن مصيره، بإيده يخلق الجنة وبإيده يخلق النار، بس هنا ما عادش محتاج يموت عشان يعمل كده. وفي كل محاولة للانتصار على مرض أو فقر أو جوع، كل محاولة لإحلال السلام مكان الحرب والعدل محل الظلم، هي محاولة للانتصار على الجحيم. بس يا عزيزي، خيرا وليس أخيرا، حاب إن أنا أشكرك إن أنت ما عديت معايا هذه الرحلة، وأتمنى إن أنت تشوف الحلقات اللي فاتت، الحلقات الجديدة، تنزل تبص على مصادر اللي إحنا على اليوتيوب، نشترك على القناة. عارف يا عزيزي، ده أنت لما قابل حبيبته في الجحيم، سألته قالت له إيه؟ قالت له أنت اللي عامل الكوميديا الإلهية؟ قال لها لأ، ده أنت. قالت له والله العظيم ثلاثة، ما أنت نافع، ده أنت.